اخوان اللي كان وين الراي العام شحال هذه مقيسه دارت لكم الجديد ديال الوداد، الامور غدا بخير. المكشب واقف على شغله وهادشي راه بدا كيبان. يعني شوف المكشب ما كانش باغي الاخبار تخرج، ويعني انفو غيبدا يتفاوضوا مع اللعاب تخرج الراي العام، دونك سدوا على هادشي باش داكشي يمشي بخير. لانه يعني عارفين في المغرب شي واحد كيكون غير ضدك ما باغيش ديك الصفقه اش كمل كينوض يدخل فيها باش اللعاب يدير مناقص. دونك المكتب فضل على انه هادشي ما يخرج. راه هاد السيمانه ان شاء الله غدو تشوفوا الاسماء الجديده ديال نادي الوداد الريادي، وهادشي بدا من هاد السيمانه. الطاقم التقني الجديد ديال فوزي البنزرتي اللي شرف عليه براسه هو اللي تكلف، يعني الاداره عطات البنزرتي الضوء الاخضر باش انه يجيب مساعدين ديالو. دونك المساعد الاول ديالو هو رضوان الفالحي اللي كان معاه في النجم الساحلي وكان معاه في مولوديه الجزائر. شخصيا رضوان الفالحي مزيان، وشاف فوزي البنزرتي هو اللي اختار. دونك ما اختاروا فوزي البنزرتي، تعرف فوزي البنزرتي رضوان الفالحي كيدير، وديجا راه ديجا خدم معاه. المساعد الثاني هو ابراهيم النقاش، واللي اختاروا شاو فوزي البنزرتي. والاشارات المساعد اول مساعد ثاني، يعني كيكونوا جوج مساعدين ما كناش كنشوفوها. دونك مزيان يكونوا جوج مساعدين، خصوصا ان ابراهيم النقاش عارف اللعابه قريب من اللعابه. دونك مزيان ابراهيم النقاش كمساعد ثاني. المعد البدني هو مجدي السعفي اللي جا مع البنزرتي. دونك هذا هو الطاقم التقني الجديد ديال نادي الوداد الرياضي. بالنسبه للانتدابات ولحد الان اللعابه اللي فسخوا، دونك كما كنقولوا يعني المكتب غادي بدرجه بدرجه كيحاول يفسخ العقود مع اللعابه بالتراضي. حنا عارفين يعني كاين لعابه اللي كيشدوا مع العكس. دونك المكتب غادي بشويه بشويه بدا كيفسخ العقود. حيدو حمزه الركراكي اللي شفتو اول واحد فسخنا مع العقد، زهير المترجي هما مباعوش، باقيين بزاف اللعابه اللي كيحاولوا يفسخوا معاهم. شوف الاخوان باش يعني نجيو نيشان، المكشب شد الوداد في واحد الظرفيه اللي حساس، راكم عارفين كيفاش دايره. دونك خصوصا كاين اللي غايقول لك المكشب راه كان معنا. شوف باش تعرف الناصر راه كان كيدير كلشي، يعني راه كان كيدير كلشي الناصر، الاخرين كان كيخلي لهم يدير قليل. دونك المكشب شد الوداد في واحد الظرفيه اللي صعيبه حنا عارفينها، وباش يساير الظرفيه يعني كنشوفوا انه كيبدا يفسخ العقد مع اللعابه واللعاب اللي ان شاء الله جايين يعني في المستوى. دونك المكتب بالنسبه ليا غادي مزيان، غادي بواحد الطريقه اللي مزيانه. لا جمعيه القدماء اللاعبين اللي هي واقفه على هذا الشيء ومساعده المكتب في الخدمه ديالو. دونك الحمد لله هادشي غادي بخير. بالنسبه للعابه اللي رسميا كنقولوا رسميا انهم سينا، هما بوشا والزمراوي اللعابه ديال الشباب محمديه اللي عارفينهم كيفاش دايرين. ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نشروا فيديوهات ونقربوكم منهم. دونك اسامه الزمراوي اللي كيتفرج شباب محمدي وكيتفرج في البطوله، غنقول لك انا بالنسبه لي انا كنتفرج ماشي حتى جا الوداد، انا كنت باغي شحال هادي يجي الوداد. غنقول لك احسن 10 كاين في البطوله نسخه من اسماعيل المترجم اللي كان في شباب محمدي. غير المشكل اللي في اسماعيل المترجم هو انه يعني فيزيك مناقص والفورمه ديالو ما معاوناش، عكس اسامه الزمراوي اللي اول حاجه باقي صغير، ثاني حاجه يعني قد خبره في البطوله، يعني تقريبا 3 سنين هو كيلعب في المحمديه. يعني كنشوفوا كيفاش كيلعب المحمديه، بروفيل نادي الوداد الريادي ان شاء الله مازال يتطور مع الوداد بزاف. بالنسبه لايوب بوشا ظهير ايسر ديال شباب محمديه، نقدر نقول لك هذا العام بالضبط في ظل تراجع مستوى يحيى عطية الله مع الوداد، وشتي ملعبش بزاف الماتشات والفراقي واللعابه اللي كيلعبوا لهم في مركز ظهير ايسر، فنقدر نقول لك ايوب بوشا احسن ظهير ايسر هذا العام في البطوله. صراحه جوج لعابه بالنسبه ليا انا كنت باغيهم في الوداد، لعابه كيبانوا ليا انا بروفيل ديال نادي الوداد الرياضي. دونك كنت باغيهم. اي بوش نقدر نقول لك يحيد البلاصه ديال الياشي، نتمنى تكون تنافسيه، نتمنى هاد اللعابه يجيو الوداد باش يقدموا الاضافه، ماشي يجيو الوداد باش يتخبوا، هذا ما كاين. دونك بالنسبه لجوج لعابه مزيانين في نادي الوداد الرياضي، كاينين اسماء اللي ان شاء الله هاد السيمانه غيتعنوا وغيكونوا في المعسكر اللي غيدار في الجديده ان شاء الله في مازاغون. دونك غتكون واحد الفريقه اللي واقفه ان شاء الله مع فوزي بنزارتي والطاقم ديالو، وغيكون واحد الاستقرار ان شاء الله والقادم افضل. وكنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديال الهضره اللي كنقول. دونك ميركاش الوداد غيكون في المستوى، الوداد غتمشي بخير في الشطر الثاني ان شاء الله. خاصنا غير نكونوا مجموعين مع بعضياتنا، ما يبقاش شي كيشرق شي كيغرب، يعني خلوا الاداره دير خدمه شراكه. نجيو نبداو نكريتيكي، ولا اول واحد يكريتيكي هما الدراري اللي عندهم باجات بحالي انا، نبدا هذا خاصنا هذا. دونك ملي كنعرف شنو واقع صافي خاصنا نسكتو. يعني الاداره يعني راه قلت لكم شديت الوداد في واحد الظرفيه اللي ماشي ساهله، وباش
يعني تفتح عقود بالتراضي ودير ميركاش واللي زوين يعني وتواصل مع المدرب انه يعني باش يبقى في الوداد كما عارفين انا بنزرتي ما كانش غيكمل مورا الديربي يعني وتعطيه ضمانات وما بقى فوز. شوف فوز البنزرتي ما بقى في الوداد الا وانه عارف اللي يجي كيبشر بالخير. البنزرتي راه هو اللي واقف على الشغل واي انتداب كيدار الا بالتشاور مع فوز البنزرتي. دونك هادشي اللي كاين ان شاء الله هاد اللعابه غندير لهم فيديوهات ديالهم نشوفهم كيفاش كيلعبوا لي بوين فور لي بوين فيبل ديالهم باش نتوما تعرفوا اللي كاين يعني كما عارفين حنا كنعطيوكم الحقيقه يعني باش تشوفوا نتوما بعينيكم. حيت كاين اللي شوف كاين اللي كيشوفك كتهضر على هاد اللعاب زوين كيقول لك انت كتشكر فيه من بعد غتولي. انا كنقول لك هاد اللعاب كنت باغي في الوداد جا الوداد وما غيقدمش داكشي اللي انا كنت كنتهضر منه اول واحد غينتقد هو انا. ثانيا هادي هي كره، هذه هي كره غاده بحال ماكر ما كاينش شي لعاب في العالم ما تنتقدش.